حبايب البابا أثناسيوس، وحشتونا جدا، وبنصلي ان كل حد فيكم يكون بصحة وخير. الله سمح الوقت ده اننا نقضي الفترة دي بطريقة مختلفة عن كل سنة. هو عايز يجي بشكل شخصي جدا جوه بيت كل حد فينا. مكتوب عنه كده: هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش إن أتان. يا ترى احنا قاعدين مستعدين نفتح له بيوتنا علشان نستقبله فيها؟ فكرنا كأسرة البابا أثناسيوس ازاي نقدر نتشارك مع بعض ونحتفل بيسوع الجاي لأورشليم بيتي الصغير. الجموع أول ما شافت يسوع داخل أورشليم كل واحد احتفل بطريقته، اللي فرش هدومه على الأرض، واللي جاب غصن من الشجرة وهتف وقال أوصانا، واللي كان بيرنم ويسبح. احنا كمان بندعوك النهاردة ان انت تحتفل بطريقتك. شوف اي فرع شجرة من اي نوع عندك في الباك يارد، اعمل اي كرافت مع ولادك بورق ملون او حتى ورق ابيض. خليك كرياتيف وفكر ازاي تعمل اتان وتركب ولادك عليه. خليهم يشوفوا يسوع داخل بيتك. في انجيل متى اصحاح 21 ايه 15 لما الكتبة والفريسيين شافوا الاطفال بتسبح وتقول اوصانا لابن داود، راحوا قالوا له: هو انت مش سامع دول بيقولوا ايه؟ قال لهم: ايوه، هو انتوا ما تعرفوش ان حتى من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا؟ يسوع جاي وعايز يسمع من شبابيك بيتك ولادك وهم فرحانين بوجوده وبيقولوا اوصانا. بعت لنا وشاركنا بصور وفيديوهات لاحتفالك بدخول يسوع بيتك على الايميل ادرس اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه. الرب يحفظكم. Many years ago, people threw their clothes, palm trees, under Jesus' feet when he was entering Jerusalem. This year, we thought, what's hindering us from allowing Jesus to enter our hearts? Let's see what we can throw under Jesus' feet to make us closer to him. I love God more than cookies and desserts, and I will give him some time. I will love God more than money and electronics. I love God and I will give him more time than the time that I spend on my electronics. I love God and I will give him my ego this year.
I love God, and this year I will give Him more time than the time I spend on my phone. مساء الخير أحبائي أعضاء وإخواتي وأخواتي في عيلة البابا أثناسيوس. ما تعودتش أن أنا أتكلم معاكم من خلال كاميرا وتصوير وكده، أنا دايما بحب أشوفكم وأشوف وجوهكم قدامي بتفرح قلبي، لكنه نظرا للظروف اللي موجودة حاليا فهي دي وسيلة التعبير، لكنه ثقوا تماما انه انتوا صورتكم في قلبي وانا شايفكم يمكن بالايمان اكتر من اي وقت تاني. كل سنه في نفس الميعاد ده بيبقى لينا لقاء مع يوم في ظل الصليب، وكل سنه بيبقى فيه مسج. لاجل خاطر الظروف اللي موجوده حاليا فاحنا ما قدرناش ان احنا نعمل السنه دي، لكنه خطر في بالنا ان احنا نعرض اليوم في ظل الصليب بتاع السنه اللي فاتت بتاع 2019. المسج اللي كانت موجوده في اليوم دوت كانت على ان احنا لابد ان احنا ننصحك ونتذلل امام الله لاجل ما نستمطر مراحم الله علينا. واعتقد انه ما فيش وقت اجمل من كده ان احنا كابناء نسجد عند رجلين السيد ونقول له اخطانا يا ابتاه في السماء وقدامك، لسنا مستحقين أن ندعى لك أبناء، لكن جعلنا كأحد وجرائك. وإحنا بروح الإيمان واثقين تماما أنه هيحضننا وهيلبسنا الحلة الأولى ويضع خاتم في إيدينا وحذاء في أرجلنا وهيفرحنا بالعجل المثمن ذبيحته الحقيقية. حبايبي أرجوكم اشتركوا معانا دلوقتي وتعالوا بروح صلاة وبروح إيمان نشوف الرسالة اللي مبعوتة لنا السنة دي، هي متكررة لكنه ما حدش يعرف، ممكن ناخد منها معاني جديدة لأنفسنا ولحياتنا. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم ويستر عليكم ويحفظكم ويحفظ ولادكم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ابقوا معنا.
ياه، أنا ما بقيتش فاهم حاجة خالص في القصر دوت. حتى سيد الملك بقت أحواله غريبة كده ومش طبيعي. بس أقول لكم على حاجة، أنا سمعت امبارح بيرنم مزمور يمكن من أروع المزامير اللي سمعتها له. أصلي أنا بسمعه وهو بيصلي. بس المزمور ده بالذات كان بيصلي بدموع وتذلل وانكسار شديد. يا ترى هي كل الملوك تصرفاتهم كده، ولا الملك بتاعي بس هو تصرفاته كده؟ اهو اسمعوا، الملك جاي هو بيرنم المزمور الجديد. طوبى لمن اخترته، طوبى لمن اخترته وقابلته ليسكن في ديارك، وقابلته ليسكن في ديارك إلى الأبد. قدوس هو هيكلك، قدوس هو هيكلك، وعظيم في البيت، وعجيب في البير. الليلويا، الليلويا، الليلويا. السلام لسيدي الملك داود ملك يهوذا وإسرائيل. نشكر ربنا سيدي الملك حاله أفضل بكتير من امبارح. مبارك اسم الرب إله إسرائيل. فعلا مبارك اسم الرب. هو أنا في الحقيقة اتكلم. أنا عارف اللي أنت عايز تقول. سيدي الملك، أنا مش فاهم. لا أنا اتكلم، ما تخافش، قول اللي أنت عايز تقوله. عاش أيها الملك، بس أنا مش فاهم. من ساعة ما عرفت إن ابنك من سيدي بشبع مريض، وإنت صايم ونايم على الأرض، حاولنا كتير إن إحنا نقومك تنام على سريرك، لكن إنت رافض ومصر إنك تذل نفسك بالشكل ده. كنت بصلي من أجل ابني وبطلب وجه الرب إنه يترائف عليا وعليه ويرفع عني وعنه التجربة. لا يحمو غضب سيدي على عبدك، لكن انت ليه بتعمل كل دوت؟ ليه بتصوم وبتبكي بدموع؟ احنا كلنا عارفين ان الرب الهنا عن يمينك. يعني ممكن تعمل كل دوت من غير ما تطلب مني ومن غير ما تذل نفسك بالشكل دوت. أيام اللي عشتها مع ربنا علمتني خبرات كتيرة قوي. عرفت إزاي أحنن قلبه وأجلب مرحمه. إلهنا حنان ورحيم وطويل الروح، قلبه بيتحرك لما بيشوف ولاده بيقدموا توبة بانسحاق وانكسار قلبه وتذلل، يجرى عليهم ويغفر لهم ويرفع عنهم. أما أنا فخطيتي عظيمة، خطيتي هتفضل أمامي في كل حين. سيدي الملك مكبر الموضوع، كل الملوك بتعمل كده وأكتر كمان. لا،
أنا مش زي الملوك التانية، أنا اللي حكمت على نفسي بالموت. حشاك سيدي الملك، حشاك. لا فعلا، أنا اللي حكمت على نفسي بالموت. يوم ما جالي نسان النبي وحكالي عن الرجل الغني اللي كان عنده غنم وبقر كتير، ولما جاله واحد ضيف أخد النعجة الوحيدة اللي كانت عند جاره الفقير عشان يأكل الضيف. يومها غضبت وصرخت وقلت حي هو الرب، أنه يقتل الرجل الفاعل ذلك. رد علي نسان وقال لي أنت هو الرجل. يومها عرفت قدي إن أنا قاتل وزاني وإن حكم الموت علي حق وإن أنا اللي حكمت على نفسي بالموت. سقطت على وجهي قلت له قد أخطأت إليك يا رب. سمعت صوت جاي من بعيد عبر الأيام بيقول والرب قد نقل عنك خطيئتك، لا تموت. سيدي الملك، يعني ربنا نقل عنك خطيئتك يعني خلاص؟ لا لا، كان في سيف لن يفارق بيتي إلى الأبد. عقوبة بإن اللي عملته في السر لازم يترد في العلن قدام إسرائيل وقدام الشمس. حكم إلهي إن الابن المولود كان لازم يموت. وقفت قدامه من سحاق وانكسار قلبه وتذلل، حاولت أجلب مراحمه وحنن قلبه إن يترائف عليا وعلى الطفل. وقفت قدامه صرخت له قلت له يا الله أنت قد عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخف، خلصني لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. يا رب لا تؤدبني بغيظك، عد ونجي نفسي من أجل رحمتك. تعبت من صراخي ويوم سحرك سخت عيناي الغم، بكيت بصوم نفسي ودموعي صبت الخبز. لو سمح لي سيدي الملك، لكن الولد مات، يعني كل اللي انت عملته دوت ما جابش اي نتيجه. واللي محيرني اكتر إنك ما زعبتش، بل بالعكس أنت قمت واغتسلت وغيرت ثيابك ودخلت بيت الرب وسجدت وكمان طلبت أكل. الله إلهنا صالح ورؤوف، حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة لكل الدعين. أنا فعلا قدمت توبة من سحاق وانكسار قلب وتذلل، والله كان شايف وعارف قلبي. لكن لازم تعرف حاجة، الإنسان وهو منصحك ومنكسر أمام الله عيون قلبه بتتفتح، بيدخل إلى أعماق الله، بيشوف ويفهم. عرفت يعني إيه؟ والرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت. شفت مين اللي اتنقلت له خطيتي؟
شفت مين اللي اجتاز الموت بدالي عشان يقول لي لا تموت؟ شفته، شفت ألامه، شفت أوجاعه، حسيت بحبه بيملى كياني. عشان كده كان لازم أسلم له ذاتي وإرادتي. وفعلا في انسحاقي صرخت وقلت له إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وفي انكساري شفت الجالس بين تسبيحات إسرائيل وهم بيستهزئوا بيه ويقولوا اتكل على الله فينجيه ينقذه لأنه سر بي. حسيت بنفسي مكانه، شفتهم، شفتهم ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، يجعلون في طعامي حلقم، في عطشي يسكونني خلي. بس بعد اللي شفته وعرفته وفهمته كان لازم أسلم له ذاتي وإرادتي وكياني. وزي ما هو سلم مشيئته للآب من أجلي، أنا كمان لازم أسلم لمشيئته حتى وإن كانت ضد مشيئتي. وزي ما هو قبل الألام طوعا عني، أنا كمان لازم أتألم معاه عشان أتمجد معاه. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يمكن الأخ عماد حطينا في الموقف ده الأول عشان نعرف أن أحيانا نتذلل لربنا والنتيجة مش هي اللي احنا كنا متوقعينها. بس أنا أقول لكم على حاجة، الكتاب وعد بأنه لا يرجع المنسحق خازيا. يعني إيه؟ if we يعني become that broken hearted كده قدام ربنا، لازم ربنا يطلعنا من الموضوع فاهمين. أنا أول خبرة شفتها أول سنة في الكهنوت كان عندنا خادم حلو قوي قوي كلنا بنحبه خالص، وفجأة وهو في الخمسينات من عمره جاله كانسر في العظام وكان مؤلم جدا. وكلنا اشتركنا، يعني أنا شخصيا كنت صايم عشانه وكنت متأثر بيه قوي ودخلت في التذلل وكده من أجله. وبعدين فاكر كنت بزوره مرة في المستشفى وبعدين ما تملكتش دموعي، يعني هو لاحظني فقال لي تعال تعال أنا أحب أقول لك على حاجة. حكى لي إزاي ربنا بيستجيب له في معجزات. قال لي بس الشفاء لا، ربنا حسسني إن الشفاء لا، إنما أنا موجود وإيدي في الموضوع. وكان سعيد جدا ومات في منتهى السعادة، مات في سلم ربنا كلمة. بقول الكلام ده ليه؟ لأن لو حصل إن أنا محتاج حاجة من ربنا وتذللت بالدرجة الكافية وانسحقت قدامه وربنا مش عايز يجاوب، هيقول لي وهيطمني إن ده أحسن لي كده أحسن. اعتقادي الشخصي هي مش موجودة في الكتاب المقدس، اعتقادي الشخصي إن داود السلام اللي جاله لما ابنه مات كان نتيجة إن ربنا أعلن له. أكيد ربنا قال له لا مش هجاوب، أحسن لك كده، أحسن ليك إنك تكتب مزمور زي مزمور التوبة. كانش كاتبه لسه مزمور 51 بتاع التوبة ده كتب بعديها. المزلة اللي مر بيها داود كان لازم يمر بيها عشان إحنا نستفيد على مدى الأجيال الانكسار. وزي يعني المشهد اللي شفتوه دلوقتي انه كان سعيد، كان سعيد ليه؟
رغم ان ربنا ما استجابش، ربنا اداله الاحساس ده، دي ارادتي. فما تخافش لو انت منسحق من اجل هدف معين ومش هيتم، ربنا هيقول لك مش هيتم ليه، او هيقول لك هيتم بعدين. في ناس بينصحوا جدا مثلا عشان ابنهم وقع في الدراجز، استمر في الانسحاق وانت ضامن ان حاجه من الاثنين، يا ربنا هيجيبه دلوقتي يا اما هيقول لك امتى هيجي. انما لازم لا يرجع المنسحق خازيا، مش هيرجع الانسان منسحق وما ملوش يعني نصيب، لازم يبقى في نصيب. يعني الطريقه دي زي برضو المشهد ما بيقول ان حنان ربنا ما بيقدرش. على فكره في جمله بتقال جريئه جدا في التسبيح بس كتبوها الاباء فممكن نستخدمها، بيقول ربنا غلب من حنانه، ربنا was conquered from his own compassion. ما فيش حاجة تغلب ربنا غير الحنان. بس الحنان على مين؟ على واحد متعجرف؟ لا، الحنان على واحد منكسر. برضو لحد دلوقتي ما قلتليش ربنا عمل ايه في نينوى؟ نزل كده نار من السماء وحرقها ولا ايه؟ لا، ربنا ما نزلش حاجة. يوه، انت حيرتني معاك، مش عايز تحكي ليه؟ برد كده النار اللي في قلبي، عرفني ربنا دمر المدينة دي ازاي؟
ربنا ما دمرش المدينة. ربنا ما دمرش المدينة؟ دمرها دي حاجة صغيرة، هلاكها مثلا، مسحها من على وش الأرض، عمل إيه؟ ربنا غفر ليهم ورحمهم. غفر ليهم ورحمهم الاثنين إزاي يعني؟ أنت مش قلت لي إن ربنا طلعك من بطن الحوت وقال لك روح يا يونان قول لي نينوى إني ههلك المدينة؟ أمال إيه؟ كلام على الفاضي يعني؟ أنا هقول لك الحكاية. أنا دخلت المدينة ومشيت مسيرة يوم واحد بس، فضلت نادي وأقول بعد 40 يوم هتنقلب المدينة. لقيت الناس في حالة خوف عظيم وهلع، وناس ابتدوا يصوموا ويصرخوا لربنا ويلبسوا مسوح. تخيل حتى الأطفال الصغيرة لبسوهم مسوح. العجيب والمذهل إن كلامي لما وصل لملك نينوى أصدر أمر وقال لا تذق الناس ولا البهائم ولا الغنم ولا البقر شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجع كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. دموع الشعب وصوت الصراخ كان رهيب، صراخ الأطفال من الألم والجوع كان قاسي قوي، حتى البهايم والحيوانات رفعت صوتها بتستمطر مراحم ربنا. الملك نفسه قام من على كرسيه، خلع رداءه، لبس مسوح وقعد على الرماد. روحه كانت بتناجي ربنا وتصلي. دعوتك يا رب من ضيقي فاستجب، صرخت إليك من جوف الهاوية فاسمع صوتي، لأننا قد طرحنا في العمق في قلب البحار، أحاط بنا نهر وجازت من فوقنا تيارات، دخلت المياه إلى نفوسنا والدب عشب البحر برؤوسنا، نزلت نفوسنا إلى أسافل الجبال ومغاليق الأرض علينا إلى الأبد. والآن ها قد طرحنا من أمام عينيك، فهل نعود ننظر مرحمك؟ هل تصعب من الوحدة حياتنا؟ قد أحيت فينا نفوسنا، فهل تأتي إليك صلاتنا؟ عجيبة توبة الناس دول، أنا ما شفتش في كل إسرائيل توبة بندم وخشوع ورجوع إلى الله زي توبتهم. توبتهم؟ دول حتى ما يعرفوش ربنا، دول أمميين. ربنا اداني درس قوي وفهمني اللي أنا ما كنتش فاهمه. أنا أول ما شفت توبتهم وانسحقهم قلت ربنا أكيد هيغفر لهم. بصراحة ابتديت ألوم ربنا إنه إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وبيغفر الخطايا. أنا اللي
كنت بصلي له انه ينجيني من الموت وانا في بطن الحوت. لكن ايه، ربنا فهمني الدرس كويس، علمني ان هو دايما رحوم ورؤوف، وانا قاعد مستني اشوف ربنا هيعمل ايه. طلعت يقطينة جميلة ضللت على راسي، فرحت بيها قوي، بس تاني يوم ماتت اليقطينة. اتغميت وطلبت الموت لنفسي لتاني مرة، بس هو من حنيته فهمني وعرفني قد ايه محبته لكل الناس، لان ربنا يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. طب وغفر لهم ازاي؟ ازاي كده من غير لا ذبائح ولا تقدمات زي اللي بنقدمها؟ ارفع عينك وانظر بالإيمان إلى الصليب، هتشوف المسيح مشتهى الأجيال رافع ذاته ذبيحة على الصليب، بيهب الغفران مجاني. غفرانه ده كان ليا وليك والأهل نينوى وللعالم كله. أهل نينوى قدموا توبة قوية، بس تمن توبتهم وتذللهم ما كانوش بيدفعوه عشان ينالوا الغفران، لا، دول كانوا بيقدموا أجسادهم ذبيحة حية مقدسة مرضية أمام الله، كأنهم بالإيمان كانوا بيشيلوا الصليب مع المسيح علشان يشاركوه في آلامه فيعرفوه وقوة قيامته. اسمع اسمع كده صوت المسيح جاي عبر الزمن بيقول ايه؟ رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان ها هنا. أعظم قصة توبة في التاريخ وأعظم إنسان عرف التاريخ هو ملك نينوى. يعني عايزك تتخيل ملك نينوى ده عمل إيه. أولاً جلس على الكرسي، نزل من على الكرسي وخلع ثياب الملك ولبس مسوح. المسوح دي عبارة عن جلد في شوك، لأنه جلد الجمال في شوك، فبيغرس في الجسم ينزل دم. ونزل على الرماد، الرماد ده اللي هو التراب الفرن يلزق في الجسم، ففي جروح الشوك ولزق. منظره أقبح ملك في العالم، وأمر أوامر غريبة جدا. وإزاي الناس سمعت كلامه؟ أمر إن الستات ما ترضعش الأطفال. الأم لما تشوف ابنها الرضيع بيصرخ من الجوع تتمنى الموت لنفسها، وخلى المدينة كلها بالشكل ده. فربنا ما شوفوا، ما فيش قاضي في الدنيا يفرح بالاستئناف، الاستئناف ان المحكوم عليه يعيد الحكم، يعني ما فيش قاضي يقبل الا ربنا. ربنا هو الوحيد اللي يشجع الناس على الاستئناف، يشجعهم انا مستعد اغير رايي. يغير رايه بايه؟ بالانكسار اللي بالشكل. انا بعتقد ان ربنا بعت يونان النبي لكل المدينه دي عشان الراجل ده، والناس دول كانوا طالبين التوبة مش خوف من الموت، دول طالبين رضا ربنا، لأن الحالة اللي هم فيها أسوأ من الموت. لما أم لمسة مسوح وابنها بيموت من الجوع قدامها أحسن لها تموت. هم كانوا بيعملوا كده عشان مراحم ربنا. فده صورة لنا. الرجل ده يعني في يوم من الأيام هنشوفه في الأبدية راح يحس أنه أجمل قصة توبة في التاريخ، ما حصلتش قبل كده ولا بعد كده بالجمال ده. إنسان يقدر، حد سمع بقرة جوعانة تعمل إيه؟ تطلع صوت حزين جداً. الحيوانات لما تجوع تئن بشكل حزين جداً، فالبلد كلها بتئن والأطفال بتصرخ من الجوع والأمهات بتعيط على أطفالها، والملك
بقول الملك ليه؟ لأنه ده منظرك أنت في البيت كقائد للأسرة. يعني أم بتعمل كده في أثناء الصوم أو أثناء أسبوع الألام. في ممكن أم في أسبوع الألام تعيش بالمزلة دي منكسر قدام ربنا ولادها ما يتأثروش. في ممكن أب ينكسر الانكسار ده قدام ربنا في أسبوع الألام بيبقى جوعان، واضح أنه جوعان بيكلش نسك وقعد على الأرض ومسك الإنجيل ودموع نازلة ولاده ما يتوبوش. الباب مفتوح لينا، باب مفتوح للتوبة، والباب مفتوح لمراحم ربنا، لأن دي طبيعة ربنا، طبيعة ربنا. هل ممكن ربنا يغير رأيه؟ الأنسر غريب شوية، يغير رأيه إزاي؟ إيه اللي يخلي ربنا يغير رأيه؟ المزلة، انكسار القلب، ما يهونش عليه، ما يقدرش يشوف حد مكسور. في جملة كده في سفر نشيد أنشاد يقول: حولي عني عينيكي لأنهما غلبتاني. العينين الدامعة قدام ربنا أتجرأ وأقول أنها تغلب ربنا. كلمة من التسبيح: غلب من حنانه، غلب من عطفه. فإحنا في إيدينا، في إيدينا أولادنا اللي بعيدوا نرجعهم، في إيدينا الخسارة اللي ضاعت دي أرجعها، في إيدينا أن أنا يعني المتاعب اللي أنا واقع فيها دي، في إيدي أن أنا أخرج من الخطايا اللي مكبلاني كده. السيد المسيح قال إن أنا جيت لأطلق المأسورين في الحرية، جاء عشان يكسر القيود، عشان نتحرر من إيه؟ من عادات سيئة. لو مزلول من الكحول أو الجامبلينج أو البورنوغرافي أو أي نوع من أنواع المزلة، في إيدي أخرج منها بالتذلل الكافي على مثال ملك أهل نينوى. أصلح أن أقترب إليك بدني.
طمني، رجمتوها؟ رجمتوها خلاص؟ رجمتوها؟ رد عليا يا راجل، رجمتوها؟ يا راجل انا بكلمك طمني وريح قلبي، رجمتوها؟ ما رجمناهاش، ما رجمناهاش، ما رجمتوهاش؟ وما رجمتوهاش ليه؟ ثابت عليكو ولا ثابت عليكو؟ يا ست اسكتي بقى، كفايه كلام. اسكتي بقى، هو ده اللي انتوا فالحين فيه، لكن تطهروا اورشليم من الخطا والزناه؟ لا يا ست اسكتي، اسكتي كفاياكي كلام، انا مش ناقصك، انا اللي فيا مكفيني. ماله ده رجع بزعبيب ومش طايق كلمه من حد كده ليه؟ خلاص يا عم اديني سايباك. بس مش انت كنت قلتلي ان انتوا هتاخدوها وترجموها؟ حتى بالاماره قلتلي انها فرصه علشان تشتكوا على الراجل اللي اسمه يسوع. ايه بقى اللي حصل وما خلكوش ترجموها؟ ايه اللي حصل وما خلناش نرجمها؟ تخيلي مش عارف ايه اللي حصل. احنا سمعنا ان يسوع بيخدم في الهيكل، قلنا فرصه ناخدها له ونساله، لو قال نسامحها يبقى بيكسر الناموس، ناخده نحاكمه ونرجمها احنا، ولو قال نرجمها يبقى يتفضل يرجمها معانا، هي هتموت وهو هتخلص بقى قصه ان محب العشرين والخطاه والكلام دوت. يعني من الاخر كنا هنخلص منهم هما الاثنين بحجر واحد. ده انتوا ابليس يقعد ويتعلم تحت رجليكم. طب ما الخطه محبوكه اهي، امال ايه بقى اللي حصل وما خلكوش ترجموها؟ فجأة لقيناه بيوطي على الارض، قلنا اكيد هياخد حجاره ويرجمها معانا، بس بدل ما يعمل كده ابتدى يكتب باصبعه على الارض. ساعتها حسيت برهبه شديده، شفت منظر مهيب، شفت نفسي واقف تحت سفح الجبل وقت ما كان موسى بيستلم لوحي الشريعه، واصبع الله، اصبع الله اللي كان بيكتب بيها شريعته على الحجاره هي نفس اصبع يسوع اللي كان بيكتب بيها على الارض، وكأن الارض كلها بقت لوحي شريعه. بس يسوع كان بيكتب شريعة جديدة، شريعة غفران، محبة، شريعة كمال. الناس اللي حواليا ابتدوا يلحوا عليه انه يتكلم ويرد على اللي بيحصل، بس الغريب ان هو ولا كان بيبص لهم ولا حتى كان بيتكلم معاهم. وفجأة انا لقيناه كلنا وقف وانتصب وبصلنا بعينيه، حسينا ان عينيه اخترقت أستار الظلام اللي جوانا، عينيه كانت عاملة زي لهيب نار يخرج منها نور قوي، نور أضاء في ظلمة قلوبنا والظلمة لم تدركه. سمعنا صوته كأنه صوت جاي من عمق الأزل وبيقول: من منكم بلا خطية فليرميها بحجر. ساعتها حسينا ان احنا كلنا عريانين خجلانين، ورق التين اللي كان ساترنا كله وقع، حكم الموت كان بيرن في ودانا. وانا لما سمعت صوته كنت عايز اجري استخبى، كنت عايز اقول له سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. ولما رجع تاني يكتب على الارض انا خفت اللي يكتب خطاياي، وقعت الحجاره من ايدي ومشيت، ولقيت كل الناس اللي معايا مشيوا واحد ورا التاني، وشفته من بعيد
بيقوم بيقومها معاه. ده خرج من فخ الموت اللي نصبناه له وخرجها معاه وقال لها: ولا أنا أدينك. طب ليه؟ دافع عنها ليه؟ اشمعنى هي؟ فاكرة المكتوب: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنصحكين للحياة، أكرز بسنة الرب المقبولة. أكيد شاف فيها حاجة إحنا ما شفناهاش، شاف فيها نفس مسكينة ندمانة ما عندهاش رجاء، قلب مكسور ندمان، روح مقصورة في قيود الخطية. شاف فيها حواء المطرودة من الجنة والمحكوم عليها بالحكم بالموت الأبدي، زي ما شاف فينا القلوب اللي أصابها العمى. وانت بقى شفت فيها ايه؟ اختي بلا خيبة، الوطة وكتب بإصبعه على الأرض الخطايا اللي يعيش يا ما يشوف. ده أنا لو كنت موجودة كنت نقيت أكبر حجرايا فيك يا أورشليم ودتها فوق نفخها وكنا خلصنا. انت لو كنت موجودة كان زمان يسوع لغاية دلوقتي قاعد على الأرض بيكتب خطاياكي. لعل الحادثة دي أجمل حادثة في التاريخ. ما حصلش قبل كده الجمال ده. حد من الآباء الكبار كان بيعلق عليها صحبة كده خاصة بعد ما تقرا الإنجيل ده، فبيكلم المسيح بيقول له: الآن علمنا إنك أنت هو الله، لأن الحنان ده مش من أرضنا، مش في طبيعتنا إحنا. الجمال ده قصة جميلة قوي قوي. جابوها ورموها على الأرض ومتبهدلة ومكسورة وعارفة أنها بتموت وخوف شديد قوي. فجاه السيد المسيح وقعد على الأرض. قعد فين؟ جنبها. الكتاب ما قالش قعد فين، بس طبعا هي قعد فين يعني. قعد جنبها. ليه قعد جنبها؟ عشان يطمنها: متخافيش، مفيش طوبة هتيجي عليك، مش هيجرؤوا يرموا طوبة عليا، فأنا قعد جنبك. وبعدين انحنى وبص للأرض عشان ما يحرقش حد. ابتدوا يمشوا الكبار الأول، وراهم الشباب، كله مشي. في الآخر الصورة هو وهي وبس. فانتصب وهي مرمية قدامه. قال لها: أين هم المشتكون عليك؟ الناس اللي اشتكوا عليك فين؟ أما دانك أحد؟ قالت له: لا يا سيد. قال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. نوع من الحنان بالنسبة لي أنا لما أكون مكسوف من خطاياي. أقرأ القصة دي لما أكون مزدول وحاسس أنه ممكن يسامحني. أقرأ القصة دي في حنان أكتر من كده في التاريخ. مرة أبونا مارك حكى لنا حكاية أن كان زميله زميله في بوزي أو حاجة زي كده، بوزي كان، وعمل خطية وتعبان قوي، كان في الشغل قبل الكهنوت يعني. فبيقول له يعني ربنا يعني سامح أو كده. استغرب الراجل قوي الكلمة دي. ما عندهمش حاجة اسمها تسامح. في أديان ما فيش حاجة اسمها تسامح. التسامح موجود بس في المسيحية، وطبعا الديانة اليهودية والإسلام لأنه خد من المسيحية الفكرة دي يعني، أنه غفور ورحيم ورحمن وكذا. فالفكرة دي مش موجودة في الأديان الأخرى، أن اللي بيعمل خطية ضميره يتعبه إلى الموت. إنما مع ربنا لا، ما فيش الكلام ده. عملية غريبة جدا يعني. دفعنا ايه في خطايانا؟ ايه اللي دفعناه يعني؟ ايه اللي خسرناه في خطايانا؟ ما خسرناش حاجة. حد دفع عننا بالكامل بحنان شديد قوي
يقول لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطي أيضا. حد فينا ممكن يبقى خايف من خطاياه أو إنها لا تغفر. أنا بحس أحيانا إن عيب إن أنا أقول إنه المخلص الفادي ما بيغفرليش أو مش قادر يغفرلي، عيب. عاملة زي واحد يروح لدكتور يقول له مش هتنفع تعالجني. عمل السيد المسيح إنه فادي وعمل الغفران، الواحد سموه كده، سموه ريديمر. ليه؟ لأنه الفادي. ليه سمينا الفادي؟ لأن ثمن خطايانا الدفع. يعني نشكره، على الأقل نقدم له الشكر والحمد ونطمن إن إحنا لجوءنا ليه معناه غفران خطايانا. يا أمي كنت سبتينا موت، كان أكرم لك وأكرم لي. بعد الشر عليك يا حبيبتي، أنا فديكي بعمري كله. لا يا أمي، مفيش حاجة في الدنيا تستاهل أنك تضحي بكرامتك وكرامتي عشانها. وإيه بس اللي حصل عشان تقولي كده؟ مين اللي ضيع كرامتك بس؟ أنت يا أمي، أنت اللي ضيعتي كرامتك وضيعتي كرامتي معاها. مين قال بس يا حبيبتي أن كرامتنا ضاعت؟ أنت متخيلة أنا مش عارفة اللي حصل؟ ده البلد كلها ما بتتكلمش غير على اللي عمله معاك يسوع الناصري. يسوع هو فين؟ يسوع ما صلبوه اهله وناسه. يستاهل. خلاصي، اوعي اسمعك تقولي الكلمه دي تاني، انت فاهمه؟
ده هو الوحيد اللي شفاكي بعد سنين من المرار والعذاب. هو اللي شفاني؟ هو اللي شفاني بعد ما حط كرامتك في الأرض وخلاكي تقولي علينا كلاب؟ مين اللي فهمك الكلام الفارغ ده بس؟ ما تنكريش يا أمي، ده كل البلد عارفة اللي حصل وكلهم حكولي. حكولي لما روحتي تترجيه وتسجدي له انه يشفيني وتقولي له ارحمني ارحمني، وهو بكل قسوه يسيبك وما يردش عليكي. انا كان اهون عليا اموت ولا اني اشوفك تتذلي الذل ده كله. لا يا حبيبتي ما تقوليش كده، الحكايه ما فيهاش ذل. ما تقوليش ما فيهاش ذل. تنكري انك رحتي وسجدتي له وهو بكل عجرفه يشتمك ويقول لك ما بتديش خبز البنين الكلاب؟ تنكري انك رحتي وقلتي له؟ قلت له والكلاب ايضا تاكل من الفتات الساقط من مائده اربعها. مش بقول لك يا حبيبتي، انت مش فاهمه الحكايه، خليني اشرح لك. لاننا من سور وصيدا ولينا مع الجليليين حدود، فاحنا فاهمين عوايدهم وعارفين انهم فاكرين نفسهم احسن مننا وبيقولوا علينا كلاب. المهم لما الروح الشريره دخلك وكان بيعذبك وبيخليك زي المجنونه، انا قلبي كان بيتقطع عليك كل يوم. عملت كل اللي اقدر عليه وديتك عند احسن السحره والمنجمين من غير اي فايده حبيبتي، لحد ما حكولي عن نبي جديد ظهر في اسرائيل وقالوا لي انه بيشفي المرضى بكلمه من فمه او حتى بلمسه من هدب ثوبه. قالوا لي ده بيفتح عيون العميان وبيقوم الناس من الموت. والغريب اني سمعت ان الشياطين كانت بتخرج وهي بتصرخ وتقول انت هو ابن الله، وكان بينتهرهم بسلطان عجيب. فضلت متابعه اخباره واسمع عنه وعن تعليمه وعن طيبه قلبه وحنيته وانه بيقعد مع الخطاه والعشرين. لا ومش بس كده، ده وبياكل معاهم كمان، ودي يا حبيبتي مش عوايد اليهود ابدا. فضلت افكر مع نفسي واقول اكيد ده مش انسان عادي، مين ده اللي الشياطين والامراض والارواح الشريره بتخضع لكلمه من فمه وفي نفس الوقت وديع ومتواضع القلب لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. اتاكدت انه مش انسان عادي، واتاكدت اكتر انه هو الوحيد اللي هيقدر يشفيك. وفي يوم سمعت انه جاتنا وحينه، فرحت وطلعت اجري وانا كل ثقه انه هو مش هيرد لي طلب. ما تسالينيش جبت الثقه دي منين، صدقيني معرفش، لكني كنت متأكدة وواثقة انه شريكي. خرجت وراه وبقيت انده عليه واقول له ارحمني ارحمني يا سيد، ارحمني يا سيد يا ابن داود. هو في الاول ما كانش بيرد عليا، لكن صدقيني يا بنتي في صوت تاني جوايا بيقول لي كملي اندهي عليه اوعي تمشي. والصوت ده كان بيقوى ويعلى اعلى واعلى، بيقول لي كملي اوعي تسيبيه هيسمعك اكيد هيسمعك. فضلت انده وانده واعلي صوتي واجري وراه لحد ما اللي حواليه زهقوا مني وقالوا له مشيها بقى دي عامله لنا دوشه. ساعتها هو بس وقف وقال انه جه من اجل خطاب بيت اسرائيل، لكن الصوت اللي جوايا رجع يشجعني تاني ويقولي ما تيأسيش كملي كملي انتهي عليه اوعي تخلي كرامتك تعطلك
طلعت تاني اجري واجري وانده عليه وانده وانده لحد ما فجأة لقيتني شفت جمال وبهاء كابن الاله لقيت نفسي بركع واسجد تحت رجليه واقول له يا سيد اعني ساعتها بس وقال المثل اللي كانوا اليهود بيقولوا علينا ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب لكن صدقيني يا حبيبتي نبرة صوته كان فيها حنية وحب خلوني افهم انه يقصد يبكتهم هم مش يجرحنا انا وانا ساجده تحت رجليه حسيت اني قد ملك الملوك حسيت اني في حضره الهيه جلال وبهاء مش قادره اوصفهولك ما كنتش عايزه اقوم من تحت رجليه وصدقيني احساسي كان صادق وانا بقوله يا سيد والكلاب ايضا تاكل من الفتات ده الفتات من هو كان ليه في نفس طعم مشبع وجميل ساعتها بس سمعت صوته الحنين صوته الجميل يرفعني وسط الناس وسط العالم وسط الدنيا كلها ويقول لي يا امرأة عظيم هو إيمانك انت بتكلمنا انا يعني انت كنت شايفني وحاسس بيا انت كنت بتعمل كل ده عشان تفهم الناس عمق ايماني بشخصك حسيت ساعتها انه المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة حسيت انت شايلني على منكبي رافعني وسط الناس وبيفتخر بيا وبيقول لكل الأجيال يحكوا عن قوة رجائي وإيماني بيه ومش بس كده ده راح مكمل وقال ليكن لك كما تريدين ما يعني إيه ليكن لك كما تريدين يعني كل اللي نفسي فيها خطوة يعني هاخد حياة جديدة لي وليكي هاخد من غير حساب هاخد قوة ونصرة وشفاء على كل قوة مضادة هاخد إيمان جديد غفران بدمه رجاء حياة أبدية فهمتي حبيبتي عرفتي ليه كنت بقولك إنك مش عارفة الحكاية ده جري وراه وانسحاقي واحتمالي للاختبار كان صليب صغير بشيله معاه لاجل ما تمجد معاه عارفه يا حبيبتي عارفه نفسي في ايه نفسي اجري وراه تاني واقول له بالحقيقه يا ابني لا يخزى منتظروك نفسي ارجع واسجد عمري كله تحت رجليه واقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة يا ملك الملوك ورب الأرباب يا حبيبي وسيدي ومعيني ومخلصي يسوع عشان نفهم الحادثة دي حقيقة لازم نعرف كرامة الناس بتوع كنعان دول الناس هي كانت من فونيشيا دي فينيقيا دي حاجة عالية قوي ناس أغنية جدا ومراكزهم عالية جدا وأسياد اليهود يعني ينظروا لليهود دول أنهم زبالة بالنسبة لهم ليه؟ لأن هم عاليين قوي جبال على البحر الأبيض المتوسط وأغنية جدا وكل التجارة عندهم وحاسين أنه بني إسرائيل دول أي كلام
وخاصة داود، لأن داود خاف منه. داود مد امتداده لكل الأراضي وجه عندهم وقف مش قادر عليهم، وناس ما دقوش المزلة، ناس عالين قوي. ولما عرفت أنه جاي نواحيهم زي المشهد ما بيقول، عدت هي الحدود ودخلت عند بني إسرائيل. ومجرد أنها تعدي دي مزلة، لأن إيه اللي دخلني عند الحقراء دول؟ وعشان تبين انكسارها ومزلتها سميته يا ابن داود. مين داود ده بالنسبة لها؟ يعني بالنسبة لبلدها داود ده أي كلام. المشهد ده كويس أنه تساب للآخر. ليه؟ لأنه قبل ما نخرج من الليلة دي، اوعى يكون العجرفة والكبرياء تمنعك من أنك تحصل على مراحم ربنا. في جمل كده مثلا مارس حق يقول إيه؟ اليوم اللي ما يحصلكش فيه محقرة ما تحسبوش في حياتك، دي هدايا. يعني أنا في تخيلي أن أكبر هدية قدمها المسيح للمرأة دي لما قال لها ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. هدية ليه؟ لأن ده شفاء، شفاء من الكبرياء والعجرفة. عايزة تتعجرفي تعجرفي، بس بنتك مش هتخشب. عايز انك عايز كرامتك تبقى عالية، احفظ كرامتك خلاص، بس مش هتاخد كتير. ما بنقدرش ناخد من ربنا طول ما عندنا العجرف. وعشان كده حياتنا حلوة يا بعض لما نعيش منكسرين. كلنا بنحب بعض، كلنا بنسامح بعض، محدش بيمثل على التاني، محدش بيحتقر التاني، لان كلنا منكسرين قدام عظمة ربنا. اول ما الانسان عينيه تتفتح، المشهد ده مشهد حلو قوي. يعني الكلام بيتقول ايه؟ انه الست دي شافت عظمة، شافت حاجة عظيمة قوي، فكرامتها فين بقى؟ كرامة ايه؟ ولا كلام ملوش معنى بالنسبة لي خالص. والسيد المسيح كان لازم يعمل كده، لان لو ما عملش كده هياكلوه اليهود، دول ناس ملعونين، دول اعداء، تشفيها ازاي؟ فكان لازم يرفعها قوي، فرفعها خالص بانه حطها تحت. قال لها، هي قالت له حتى الكلاب تاكل من مائدة اسيادها، من الفتات الساقط من مائدة أسيادها. عظيم إيمانك طبعا، حاجة عالية قوي. بنتها شفيت في هذه اللحظة. لو إحنا شاطرين هناخد اللي إحنا عايزينه، على قد ما تنسحق على قد ما تاخد. في قدرة جبارة على إن إحنا ناخد، قدرة ربنا على العطاء لا حدود له. على درجة انسحاقك، على قد ما بتكسر نفسك على قد ما بتاخد. عشان كده دي بهجة إن الواحد يعرف يكسر نفسه. كان زمان الكنيسة قوية جدا، فكان ممكن مثلا قبل الاعتراف يشد قوي على أولاده. دلوقتي الناس تزعل لمجرد الواحد يقول لحد أنت غلطان، يدور على أب اعتراف تاني، حس أن الحكاية صعب عليه. فاعرفوها، اعرف. أو لغاية كنت بصلي مرة في الدير، وكان أب أسقف مبروك جدا ومتواضع بيصلي معانا، بعدين راهب غلط، فحسيت كأنه بيبتسم الأسقف ده. وبعد ما خلصنا الصلاة شد عليه قوي قوي يعني، والراهب حاطط وشه في الأرض وقال حللني يا سيدنا، أخطيت يا سيدنا. أنا حاجة ما تتفهمش يعني، ليه بيعمل كده؟ الأسقف ده لطيف جدا جدا ورقيق جدا في معاملته، ليه بيعمل كده؟ بيديله هدية، بيحميه. بيحميه من إيه؟ بيحميه من ضربات الشيطان. الشيطان لا يستطيع أن يشوف حد منكسر يتحرق. مجرد ان انت تنكسر ويشوفك الشيطان يبعد عنك. احنا بنغلب الشيطان بقوة الانسحاق قدام ربنا، وبنشد مراحم ربنا. قبل ما تخرج من المكان ده في الصلوة الاخيرة قول لي يا رب علمني، علمني يا رب. الليلة دي مش تسلية وبس، الليلة مسلية جدا وعمل رائع طبعا، من اروع الاعمال، ربنا عوض اللي تعب. بس يعني ما تبصلوش انها ليلة لطيفة، بصلها انها حاجة تغير حياتك من النهاردة. من النهاردة هدور على حد يعلمني الأدب، إن أنا هدور على، هقول لأب اعترافي ما تتكسفش مني، لو بعمل حاجة غلط قولي وصلح واضغط علي. يعني أوقات أكتر حاجة بتفيدنا إيه؟ تفتكر إن لو واحد، أنا أحكي لكم آخر كلمة بقى مش هطول، لما قدس البابا شنودة جه زارنا هنا من إيه، من 10 سنين 12 سنة، وقفنا هنا ما شافش شباب في الكنيسة، الشباب كانوا كلهم في الكنيسة الإنجليزي، فزعل، فقال فين الكاهن المسؤول عن الشباب؟ كنت أنا وأبونا أغسطينوس.
أبونا أغسطينوس كان بيطبخ في المطرانية، فقالوا له مش موجود، قال ما فيش كاهن هنا، قالوا له أبونا يعقوب، فجابني حطيني هنا ونزل يخبط فيا خالص خالص يعني، وأنا هقول له إيه الشباب فوق يبقى هخسر. وكنت سعيد قوي يعني، لو الفيديو لسه عندك تفرج على وشي كنت فرحان قوي، وعمال يهزق يهزق يهزق. وبعدين واحدة وقفت تدافع عني، قال لها اسكتي اقعدي، قعدت عاطف قال كلمتين، قال له انت عايز منه ايه؟ اسكت قعد ساعد. فين امين الخدمه؟ قعدنا انا ومجدي قلاده وخبط خبط خبط. بعديها تاني يوم قابلته في الدير وكان قاعد لوحده في المكان بتاع الرهبان، فتسحبت تسحبت كده ونزلت على ركبي، هو كان قاعد على كرسي. قلت له انت صحيح زعلان مني؟ قال لي يا ابني غالبا مش هشوفك تاني ولا انت هتشوفني تاني. وحقيقه ما شفتوش بعديها ولا هو شافني. أني أحسن لك يا ابني، أطبطب عليك وأقول لك برافو، ولا أقول لك اهتم بخلاص نفسك، اهتم بالشباب الضايع؟ حسيت بحنان هدية زي الهدية المسيح اداها للمرأة كان عليه، دي هدية. اصحى يا ابني، يعني إيه اللي هيخسره هو إن يقول لي برافو عليك؟ مش خسران حاجة، يمكن هحبه أكتر، هبقى غبي لو أنا فرحان بحد بيطبطب عليا. إنما الكلمتين اللي قالهم دول كانت نتيجتهم إن لغاية النهاردة أحيانا أروح البيت كده تعبان أفتكر إن أنا ما اتصلتش بفلان ولا ما ردتش على فلان ولا ما زورش فلان، أقول لا اهتم بخلاص نفسك. أني أحسن لك يا ابني، أطبطب عليك وأقول لك جودانيو برافو عليك، ولا أقول لك اهتم بخلاص نفسك؟ الشدة في الأمور الروحية حلوة، ما تزعلش من الشدة، ما تزعلش، تزعلش من أب اعترافك لما يقول لك لا ما تناولش. يعني ياما مرة واحد شاب احتمال يكون موجود معنا هنا دلوقتي مش عارف، جاه يتناول وكان بيعترف عند أبونا أغسطينوس، فأبونا أغسطينوس قال له وجاي الهيكل بعد الغلطة دي اطلع بره، فطلع بره وقف على الباب وبدأ يستفرغ يفومت. وبعدين اتنقل للمستشفى واتصل بيا من المستشفى، أبونا قلت له إيه؟ قال لي أخوك قتلني. قلت له أنا ملياش أخوات هنا، وأنت مت إزاي وأنت بتتكلم أهو؟ أخويا مين؟ إيه الموضوع؟ بعدين عرفت. بس من هذا اليوم عمره ما عمل الغلطة دي تاني. بصراحة جيت لأبونا أغسطينوس قلت له برافو عليه، اشخط فيا أنا كمان عشان أصحى. كتير فكرت ليه يا ربي بتحبني، بيتحب فيا ومين انا؟ كتير بعدت انا وقعت ضعفي انا، واجرى عليك ولا ايدك ممدودة تضمني انا. تيجي تقول على
المزمور بيقول مزمور 34 قريب هو الرب من المنسحق القلوب، وده يمكن كان السبب ان احنا بإرشاد أبونا ان احنا نختار فكرة الانسحاق، ان احنا اسم اليوم المنسحقي القلوب. عدينا برحلة كده 4 مشاهد، كل مشهد كان بيقدم فكرة. الفكرة الأساسية اللي قدمها مشهد داود انه أنا ممكن انكسر أمام الله من أجل طلبة، لكن مشيئة الله لازم هي تبقى أبدأ من مشيئتي، وده اللي عمله داود. داود انكسر أمام الله وصلى بتذلل، ويتكتب كده صوما. والناس دولت لما كانوا بيصوموا كانوا بيصوموا بقلبه، ولما حاولوا يقوموه من على الأرض رفض. قام وبعد ما عرف إن ابنه مات، ودي برضو ما كانتش حاجة سهلة، قام واغتسل ودهن، حط أطياب ولبس وراح سجد في بيت الرب، وبعد كده رجع أكل وراح عزة بس شبع مراته. مهم قوي إن أنا أبقى فاهم كويس قوي إنه انكساري أمام الله مشروط بإن أنا أقبل مشيئته في حياتي. المشهد الثاني كان مشهد يونان، أبونا غطاه يعني باقتدار، لكنه في حاجة ما أعرفش إذا كنتوا أخدتوا بالكم منها، إن صلاة ملك نينوى كانت نفس صلاة يونان بس متحورة. حورنا الكلام شوية عشان نقول إنه مدرسة التوبة مدرسة واحدة، هيها نفس المدرسة. يونان إذا كان يمثل خلاص النفس لما صلى في بطن الحوت، فملك نينوى وشعب نينوى يمثلوا الكنيسة. الكنيسة كلها لما تقف منكسر القلب وبيقدموا توبة من القلب حقيقة، ننقل جبال بكسرة القلب ككنيسة واحدة. فكان مهم ان احنا نبين انها مدرسة واحدة، مدرسة التوبة، مدرسة انكسار القلب، مدرسة واحدة نتعلمها كلنا. ثالث مشهد كان مشهد يمكن حطينا فيه شوية يعني فكاهة بسيطة، أو علشان يعني إيه ما نتقلش دراما في اليوم، لكنه برضو مشهد المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل خطية ومكسورة، لكن ما نعرفش هو كان جواها إيه اللي خلى يسوع كده ينزل للأرض ويوطي ويرفعها. أكيد كانت في آخر لحظة عملت زي اللص اليمين، وقفت وقبل كده هي عارفة أنها تموت خلاص، ما فيش رجاء ليها، لكن المسيح حب يفتح ولا أحد يغلق، حب يفتح باب رجاء ليها، والرجاء ده ما بيجيش غير المنكسر القلوب. آخر مشهد كان صعب. تخيلوا لو كلنا كده تحطينا في نفس الموقف، من احنا بنطلب من اجل ابن، وانا وبتوسم في هذا الشخص ان هو يكون الشخص الحنين اللي هيستوعب انه ابني عيان، وانا جاي بصرخ له ويقول لي ليس حسنا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. كم واحد فينا هيسيبه ويمشي؟ لكن اللي ينكسر امام الله واللي يقبل انه ينكسر ياخد، وياخد كتير، وياخد كل ما تطلبين. كلمة كانت كبيرة قوي، ليكن لك كل ما طلبت، يعني ده بحسب قلبي، ده أنا لو طلبت أي حاجة هاخدها. هو ده اللي كانت هتاخده. 4 مشاهد ب4 رسالات، ياريت ناخد بقدر إمكاننا الفكر ده نعمله ككنيسة مع بعض. هنسمع مع بعض الترنيمة أخيرة وبعد كده نقف نصلي. حبيبي يا
يسوع حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع. فمن أنا لأن عام بحنانك السكين أخليت نفسك من السماء إلى الصليب أحببت واحتملت ومحوت مأثامي وقلبك يا سيدي إليه أرتمي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا